حفل كرنفالي شبابي لطلاب تعز من المدارس والجامعات. أتوا يحملون العلم الوطني مرددين بأعلى صوت لهم: بالروح بالدم نفديك يا يمن. في العيد 57 لثورة سبتمبر التي ما زالت مستمرة، وكل اليمنيين يتطلعون لها بحب وكبرياء، وهذه الجموع في حشودها ترفع العزائم إلى السماء، ولن تقبل الرؤوس المرفوعة بعودة القيود المحطمة، ولن تسلب هذه الجموع حرية عضوا عليها بالنواجد. سبتمبر كان ميلاد يمن جديد، الثوار والأحرار والضباط الأحرار كانت لديهم استشراف مستقبلي، فحذروا من الإمامة والاستعمار ومن مخلفاتهما. اليمن إلى اليوم ما زالت تعاني من مخلفات الإمامة ومن مخلفات التدخل الأجنبي، وما زالت تدفع ضريبة من الشهداء والجرحى، ولكن كما ناضل الآباء والأجداد سيناضل الأبناء والأحفاد. شوارع تعز اكتظت بالجموع كاستفتاء على ثورة رأوا فيها أنفسهم كبشر، بعد حكم كهنوتي حاول جعل المواطنين كعبيد، وجعل من الأرض والبشر ملكا خاصا، وأغلق على الكل بمغالق الجهل والفقر والمرض. فثورة 26 سبتمبر بالنسبة لهذه الجموع ثورة وجود. اعتبار الانقلاب الحوثي نكبة القرن يجب أن تزول، ويوم أسود يجب أن يتبدد ظلامها كي يستعيد الشعب جمهوريته المعبرة عن كرامته وأحلامه وإرادته الحرة. نجدد وقوفنا إلى جانب الشرعية ممثلة بمخامة الرئيس المشير الركن عبد الرب منصور هادي. مدد ثورة 26 من سبتمبر الذي سيكتث الطغاة، فالشعوب تستمد إرادتها من إرادة الله. محمد يوسف، قناة سهيل، تعز.